بسم الله الرحمن الرحيم. القرع الأخضر آخر الإثباتات والأبحاث العلمية أنه يحتوي كميات من مضادات الأكسدة الحيوية التي خلقها الله سبحانه وتعالى واستودع فيها مجموعة من الفوائد تستطيع أن تعيق تقدم الخلية السرطانية في مجرى الدم. فالقرع الأخضر عند أكله مسلوقا لا يضاف إليه لا زيت ولا لحوم يأكله الإنسان فيعمل كالإسفنجة على امتصاص مادة سمية في الأمعاء وإطراحها خارج الجسد، كما إن القرع الأخضر يعمل على تقطيع الأوعية الدموية التي تغذي الخلية الخبيثة في الجسم البشري، كما يمنع امتداد تقدم الخلايا السرطانية عبر مجرى الدم وانتقاله من عضو إلى آخر. فسبحان الله، القرع الأخضر الآن أثبتت الدراسات أنه هو الذي أشير إليه في القرآن الكريم عندما زرع وأنبت على سيدنا يونس عليه السلام عندما أخرج من بطن الحوت. كون القرع الأخضر مرمم للجسم، مرمم للأعضاء الداخلية، كما أنه يحمل كمية من الكالسيوم تعالج هشاشة العظام وترقق العظام، وهو مفيد أيضا لانقطاع الدورة الشهرية ونقص الاستروجين، فائدة كبيرة. القرع الأخضر مفيد جدا لإنبات الشعر ولتقوية الجلد ولتقوية سبل المناعة الداخلية والذاتية، ومفيد للأمراض النفسية، حيث أنه يعالج الاكتئاب والوسواس القهري وكافة الأمراض التي تؤدي إلى الهم والغم، وترفع بكفاءة عالية جدا مستوى الهرمونات السعادة المتدفقة. هذا يؤدي إلى زيادة مطردة في تقدم الأشياء المفيدة للدم وللدورة الدموية، كما أن القرع الأخضر مفيد فائدة كبيرة للأطفال اللي عندهم تقوس في الساقين، اللي عندهم كسور، إذا لا سمح الله أي طفل صابه كسر معين، القرع الأخضر إذا أكل لمدة تزيد عن 3 أسابيع يعمل على ترميم الكسور بسرعة خارقة. اللب الأخضر الداخلي والقشرة تبع القرع الأخضر يفضل نحن نطبخ القرع الأخضر بقشره لا نقشره. لماذا؟ لأن مادة البيتا كاروتين أو مضادات الأكسدة الموجودة في القرع الأخضر توجد ما بين القشرة واللب الأخضر مباشرة. هذه المادة إذا ما قشرت ووضعت في الهواء الجوي بعد 3 أيام نشوفها جفت وأصبحت مادة حوارية زي كأنها كالسيوم شديد. يعني القرع الأخضر هو أعلى كمية كالسيوم من الحليب، أعلى كمية كالسيوم من أي نباتات أخرى مهما كانت، حتى على مستوى الخضار اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. أنصح بأكل القرع الأخضر مسلوقا أو يطبخ مع بصل وجزر لزيادة الفائدة. يعني إذا قطعنا الجزر وقطعنا القرع الأخضر وطبخناه مع البصل بقليل من زيت الزيتون، لا نقلي بل نطبخه بقليل من زيت الزيتون، الجزر مع القرع الأخضر مع البصل يصبح غذاء متكامل يقاوم الأمراض الخبيثة والسرطانية. إضافة إلى أن هذه الوجبة تعيق امتصاص الكالسيوم، عفوا تعيق امتصاص الكوليسترول والدهون الثلاثية للدم. يعني بمعنى آخر، اللي عنده كوليسترول يتحطم الكوليسترول عندما يأكل الأخضر لو 3 مرات في الأسبوع بشكل مستمر أو بشكل يومي، ما في مانع، لأن هذا يعمل على عدم تشكل الكوليسترول. أيضا الدهون الثلاثية المدمرة للجسم، أيضا ضغط الدم المرتفع، لأن القرع الأخضر يعمل على امتصاص الصوديوم أو الأملاح الزائدة في الدم ويمتصها كالإسفنجة كما أسلفنا سابقا ويطرحها خارج الجسد. القرع الأخضر أيضا مفيد جدا اللي عنده سكري، يعني أي إنسان عنده سكري مجرد أن يأكل القرع الأخضر مسلوقا كوجبة رئيسية، مش يعني يأكل لحوم ورز وما أعرفش وبعدين يأكل القرع الأخضر جانبها، لا، يأكلها كوجبة رئيسية إلى جانب ممكن السمك، ممكن خضار، ممكن سلطات. أكل القرع الأخضر يعمل أيضا على إنزال مستوى سكر الدم، يصير شكل متوازن، كما أنه يزيد من النشاط ويزيد من الحيوية. واللي عايزين يعملوا ريجيم، لا يوجد أفضل من القرع الأخضر للريجيم، أي أنه يعمل على تنزيل الوزن بشكل تدريجي ويعمل أيضا على اكتساب الصحة والعافية، أيضا يعمل على إيقاف تقدم الفطريات في المعي أو في الأمعاء. أيضا القرع الأخضر سبحان الله والصيدلية متكاملة يعمل على إزالة القرحة من المعدة،
بشرط أن يؤكل مسلوقا، لأنه يداوي الجروح الموجودة في المعدة، يداوي الجروح الموجودة في القولون، حتى اللي عنده إمساك شديد مزمن، اللي عنده تحوي معوي ضعيف لا يستطيع أن يخرج، اللي يخرج منه مثلا في داخله دم، إذا لا سمح الله مثلا الإطراح كان فيه دم، القرع الأخضر يوقف نزيف الدم حيث أنه يعمل على امتصاص ذلك. أيضا المصاب بالأشياء المرضية الجلدية، لأن سيدنا يونس عليه السلام لما خرج من بطن الحوت كان مصاب بأمراض جلدية نتيجة بقائه 3 أيام في بطن الحوت، كان جلده متسلخ يعمل على ترميم الجلد أكلا. إذ بحق أنصح الجميع، أنصح الجميع بأن يكون القرع الأخضر وجبة رئيسية في ضمن طعامكم، وهذا كلوا وستدعون لي بإذن الله تعالى. معكم محمد عمر أبو راشد، خبير التغذية والطاقة من الرياض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى لكم الصحة والعافية والشفاء، وأرجو وأرجو أرجو نشر هذه المعلومات للجميع، لينال الجميع منا صدقة جارية لي ولكم في صحائف أعمالكم. إن شاء الله يا رب يا رب يا كريم تشفي كل مريض وتعافي.